السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات تاني اعدادي الترم التاني. هنحل الامتحان الخامس والسادس من صفحة 61 ل 66. انتظرونا. صفحة 61، الامتحان رقم 5، محافظة الشرقية، اول سؤال ليسنينج استماع. الصفحة اللي بعدها صفحة 62، ده سؤال المحادثة، هنفهمها كويس. رامي تيلز هاني، رامي بيقول لهاني about his visit، عن زيارته to uncle's farm، المزرعة عمه. هاني بيسأل where did you go last Friday، أنا ذهبت الجمعة الماضية. مش هقول أي إجابة. كلام هنا عن إيه؟ إنه ذهب لمزرعة عمه. هيقول هنا I went to my uncle's farm، ذهبت إلى مزرعة عمي. هاني سأل how did you go to your uncle's farm، كيف ذهبت إلى مزرعة عمك؟ مش محدد هنا، ممكن أقول أي إجابة، ممكن نقول باي كار، بالسيارة. تلاتة سألوا سؤال، رد وقال هي جرو، هو زرع lots of crops، كثير من المحاصيل، on the farm، في المزرعة. بيقول له إيه؟ ماذا هو زرع إيه في المزرعة؟ ماذا؟ what. وطبعا جرو ديت إيه؟ ماضي بسيط، نجيب فعل مساعد did. نجيب الجملة من الأول What did he، ونعيد الفعل المصدره في السؤال تبقى grow. What did he grow on the farm؟ هاني سأل سؤال، رد رامي I came back home in the evening، عدت للمنزل في المساء. بسأله يقول له متى عدت للمنزل، متى when، وكيم ديت ماضي بسيط، نجيب فعل مساعد did، ونحول I إلى you، ونعيد الفعل المصدره، يعني came هتبقى come في السؤال. When did you come back؟ متى عدت؟ ممكن نقول come back home، عادي الاتنين صح. هاني سأل did you enjoy your day؟ هل استمتعت بيومك يعني هناك؟ هيقول طبعا ايه، yes I did. السؤال اللي بعده سؤال القطع، قطعة بسيطة خالص نقول معناها. الأجازات دي بتكون ايه؟ أيام كويسة كده في حياتنا، كثير من الناس بتحب الاستمتاع بالأجازات بعد إنجاز شغلهم. بعض الناس تحب تذهب للحدائق أو الشواطئ، والآخرون يفضلوا زيارة أماكن جديدة. باراجراف التاني، الصيف الماضي، أجازة الصيف الماضي، أسرة سامي راحت الغردقة تقضي أجازتها. سامي ما عندوش سيارة، لذا هم أخدوا من الباص إلى الغردقة. لما سامي وصل الغردقة ذهب عشان يقيم مع صديقه كامل، ولكن وجدوا بالخارج، يعني مسافر خارج. So Sammy stayed at a hotel، لذلك سامي أقام في فندق. الأسرة استمتعت بوقتها في الغردقة، لعبوا مع البلاج الجميل، أكلوا السمك اللذيذ، وعادوا لمنزلهم بعد قضاء أسبوع أجازة رائع في الغردقة. أسئلة القطعة، واحد أسرة سامي راحت الغردقة باي باي باص. اتنين هي اللي في القطعة عايد على كامل اللي تحتها خط. هما أقاموا طبعا فين؟ آت أ هوتيل، في فندق. السؤال رقم أربعة، وات إز ذا مين أيديا، ما الفكرة الرئيسية للقطعة ديت؟ ممكن نقول الجملة دي سامس فاميلي، أسرة سامي سبنت أ جود هوليداي، قضت أجازة كويسة إن هرجادة في الغردقة. عايز تقول حاجة تانية مناسبة لمعنى القطعة؟ ماشي. خمسة، هاو ديد سامس فاميلي انجوي، كيف استمتعوا بوقتهم في الغردقة؟ من القطعة دي الإجابة، لعبهم على البلاج الجميل وأكلوا السمك اللذيذ، هي دي الإجابة. ستة، why do you think، لماذا أنت تعتقد holidays الأجازات are important، مهمة في حياتنا ليه؟ to feel relaxed، لكي نشعر بالاسترخاء. ممكن تقول إجابة تانية تكون مناسبة للمعنى. ماشي. صفحة 63 الاختياري، واحد when Sarah got the full marks، لما سارة حصلت على الدرجات النهائية في الإنجليزي. she was، هي كانت براود، فخورة. اتنين this email is in French، الايميل ده مكتوب بالفرنساوي. Can you not it for me، يعني هل يمكنك انك تترجمه لي، translate. تلاتة
if you get up late، لو انت تستيقظ متأخر you not the train، هيفوتك القطار. دي قاعدة if. الجملة اللي بعدها مضارع بسيط، تبقى دي الحالة الأولى من if، هيجي هنا will زائد المصدر will miss. أربعة، mom needs 2 eggs and milk، يعني مامتي محتاجة إنها تعمل إيه؟ البيض واللبن. before making، قبل ما تعمل الأومليت، يبقى تضربهم في بعض، ياخد يعني بيت. خمسة، سلمى نقط هير فاذر when he gave her، يعني سلمى عملت ايه مع باباها لما اعطاها موبايل جديد، علاقته يعني حضانته هاجد. ستة، I don't like this tea، انا ما احبش الشاي ده because there is 2 sugar in it، لان في سكر كتير اكتر من اللازم. كلمة شوجر دي كلمة ايه؟ لا تعد، هتاخد تو تبقى اجابة معاها ايه؟ ماتش، كثير للكمية. سبعة، نوت ار جولاري، هي مجوهرات، ذات وومن وير اراوند ذير نيكس، السيدات ترتديها حول رقبتها، اللي هو ايه؟ العقد يعني، جمع عقد، نيكلسز. 8، I think electric cars، أعتقد السيارات الكهربائية، will help نقط، help to إيه؟ pollution، تعمل إيه في التلوث؟ تقلل التلوث، reduce في المستقبل. 9، look at those clouds، انظر لهذه السحب، إيه نقط؟ يبقى إيه؟ في سحب، ده إيه؟ تنبؤ بدليل، يبقى هتشتي، تنبؤ بدليل نستخدم is going to rain، سوف تمطر عشان في سحب. رقم 10، most children are not to video games، معظم الأطفال لألعاب الفيديو مدمنة لألعاب الفيديو addicted. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة، بس نعرف سبب الإجابات، عشان كده لازم نحل الأول قبل ما نشوف الحل ده، قبل ما نشوف الشرح عشان نستفيد. 1، عندنا هاو وبعدها فعل، لازم يجي تو، يبقى بدل بلاي بس هتبقى تو بلاي، دي الإجابة، تو المصدر. 2، ده أمر منفي، بقول له إيه؟ بيقول له ما تجيش متأخر تاني، يبقى لازم نستخدم دونت مش دازنت. 3، ترتيب الصفات لازم نحفظه، نايس اللي هتبقى الأول، تعبر عن رأيك في الشيء ده إنه لطيف. 2، هتبقى براون اللون. 3، أقول اللي هو الصوف، المادة المصنوع منها الإيه؟ البلوفر ده. 4، بيردز ديت إيه؟ طيور جامع، تمام؟ يبقى تاخد ذوس بمعنى أولئك للبعيد، بيقول إيه الطيور ديت؟ طيارة عالي قوي، تبقى أولئك للبعيد وذوس. صفحة 64، الامتحان رقم 6، محافظة المنوفية، أقول سؤال listening استماع. السؤال الثاني محادثة، سامي بيقول لهاني عن his visit، زيارته to the museum، للمتحف. هاني بيسأل why are you going to Cairo tomorrow، ليه انت رايح القاهرة غدا؟ طبعا هنا عشان يزور ايه؟ المتحف بقى، ده من بيت المحادثة، يبقى الإجابة هنا to visit the museum. فهاني سأل سؤال، رد وقال I will be happy to come with you، هكون مسرور ان انا ايه اجي معاك، يبقى هيقول له ايه؟ تحب تيجي معايا؟ Would you like to come with me؟ رقم 3، سأل سؤال، قال له We can go to the Egyptian museum by taxi، ممكن نروح هناك ايه؟ بالتاكس، يبقى هيقول له كيف نستطيع ان نذهب للايه؟ المتحف المصري. How can we go to the Egyptian museum؟ هاني قال What does the museum contain، المتحف يحتوي على ايه؟ بداخله ايه يعني؟ طبعا تماثيل واشياء قيمة، بالاجابة statues، تماثيل، and valuable objects، واشياء قيمة، اثار قيمة يعني. هاني سأل does it cost a lot of money، هل ايه هتكلفنا فلوس كتير to get in the museum، ان احنا ندخل المتحف؟ طبعا لا، يبقى no it doesn't. السؤال اللي بعده قطعة، نقول فكرتها، يوجد كثير من الطعام ايه؟ مطاعم الطعام السريع، مطاعم الوجبات السريعة في بلدتي، كثير من الناس يأكلوا الطعام السريع ده،
but I think لكن أعتقد إنه غير صحي. هم يأكلوا هذا الطعام لأنه لذيذ، بس كل واحد ممكن يتناول الوجبات اللذيذة في منزله، ما يبقاش اللي هي الايه الحاجات المضرة دي. المشكلة الوحيدة اللي الناس بتشتري المنتجات الطازجة وطهي الايه المنتجات ديت طبعا بيستغرق منهم وقت، فالناس تفضل انها تقضي وقتها في ممارسة الأنشطة زي مشاهدة الأفلام، مقابلة الأصدقاء، والمشي ايه انهم يتمشوا في الحدائق، مش انهم يقعدوا يطبخوا يعني وكده. انا ايضا احب ان اقوم بهذه الانشطة، ولكن انا ايه حريص بخصوص النظام الغذائي بتاعي، الكاتب اللي بيقول كده يعني. الفاكهة الطازجة والخضروات دايما هي اللي بتعطيني الايه الطاقة طول اليوم. صفحة 65 الكاتب بيقول انا بحب اللبن والبيض والدجاج الايه المشوي والبطاطس الايه المطهية. البطاطس المقلية بتكون ايه لطيفة لكنها غير صحية، زي اي حاجة ايه مقلية بتكون غير صحية. بيقول وجبتي المفضلة هي السمك، وبالنسبة للتحلية انا اكل ايه الفاكهة، ولكن احيانا باكل الشوكولاتة. اسئلة القطعة واحد هتبقى بيتزا، ديت مثال للايه للطعام السريع، الوجبة السريعة. 2 The writer likes to eat healthy food، بيحب ياكل الطعام الصحي، but also likes eating، بس بيحب كمان ايه الشوكولاتة زي ما قلنا هنا في القطعة. 3 تبقى الإجابة cooking، الناس لا تفضل انها تقضي وقتها في الطهي. 4 What is the main idea، ما الفكرة الرئيسية للقطعة دي؟ ممكن نقول الجملة ديت الإجابة دي fast food اللي هو ايه الطعام السريع is unhealthy غير صحي. 5 لماذا كثير من الناس eat fast food تأكل الوجبة السريعة؟ عشان بتكون لذيذة، because it is tasty. 6 what food ما الطعام gives energy الذي يعطي الطاقة وفقا للكاتب اللي قالها كده في القطعة هنا fresh fruit فاكهة طازجة and vegetables والخضروات، الخضروات والفاكهة الطازجة. السؤال اللي بعده اختياري، السؤال اللي بعده اختياري واحد I like to use my، أنا أحب أستخدم إيه نقط to listen to music عشان أستمع للموسيقى on my mobile phone في الموبايل بتاعي headphones سماعات الأذن. 2 I don't like to waste time، محبش أضيع الوقت نقط for the delivery في الانتظار للإيه للدليفري. المهم ويست يضيع بعدها كلمة تايم يجينا فعل في اي ان جي waiting. 3 when the man pulled the، عندما الرجل ايه شد ايه نقط the machine started، الماكينة بدأت انها تشتغل، شد ذراع التشغيل lever. 4 put the eggs in the bowl، يعني ضع البيض في السلطانية and beat them with a، وبعدين اضربه بايه سبون ملعقة. 5 there were not of important and normal Egyptian people، يعني كان في ايه لناس مصريين عاديين ومهمين in the museum في المتحف، صور للوجه portraits. 6 this snake is not spotted، هذا الثعبان ايه مش منقط، ده هو مخطط كده striped. 7 I got up late، استيقظت متأخر because my alarm clock، لأن المنبه بتاعي didn't، لأن المنبه مرنش didn't go off. 8 I can see some dark clouds، نفس المثال جانا في الامتحان اللي فات، أنا شايف بعض الإيه السحب كده الإيه السوداء كده I think it، فأعتقد إن الدنيا هتشتي، تنبؤ بدليل إن في سحب كده مغيمة وكده، يبقى الإجابة is going to rain نفس المثال سوف تمطر. 9 this jacket is not formal، الجاكيت ده مش رسمي كده it's إنه casual غير رسمي. صفحة 66 10
هنا في ايه؟ دي قاعدة اف، بعدها هنا مضارع بسيط، يبقى الجملة التانية ويل زائد المصدر ويل باي. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة، بس نفهم سبب الإجابات. رقم واحد، افيو ديت ايه؟ قليل للايه؟ الأسماء اللي بتعد، لكن كلمة ووتر ديت طبعا اسم ايه؟ اسم لا يعد. معنى الكلام بيقول ان هي لما بتلعب كرة السلة يعني، فبتشرب ايه؟ اي حد بيلعب بيشرب ميه كتير، يبقى الصح تبقى ماتش عشان المعنى. ولو قلنا ليتل مش غلط برضه، ممكن ينفع كمان a lot of، يعني ينفع لها 3 اجابات. رقم 2، قلنا هاو ديت لو جه بعدها فعل يجي ايه؟ طول مصدر، الاجابه تو سو. 3، ودي قاعده اف قبلها ايه؟ ويل زائد الايه؟ المصدر، زي المثال ده. يبقى دي الحالة الأولى من اف، هيجي هنا ايه؟ مضارع بسيط، نفي مع هي بدل didn't هتبقى doesn't. 4، ترتيب الصفات نحفظه كويس، خلي بالكم. هتبقى دي ايه؟ رقم 1 هتبقى amazing، مدهش. 2 تبقى اللون green. 3 كوتون، المادة المصنوع منها الفستان. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.